السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن، هذه حديقة قصر ثقافة المنصورة أو الحديقة الخلفية لقصر ثقافة المنصورة. اليوم 21 إبريل 2021، التاسع من رمضان 1442. بالطبع قصر ثقافة المنصورة يقع على فرع نهر النيل أمام مدينة المنصورة. هذا هو فانوس رمضان. كما تحدثنا نحن اليوم التاسع من رمضان. يتميز قصر ثقافة المنصورة بهذا المبنى العريق العتيق. قصر ثقافة المنصورة يضم مسرح، قاعة للمسرح والسينما، مكتبة للكبار، ومكتبة رائعة للصغار للأطفال. وبالطبع قاعة عرض رائعة. واليوم إن شاء الله التاسع من رمضان 21 إبريل في معرض فنون تشكيلية اليوم بقصر ثقافة المنصورة. هذه الحديقة الخلفية تضم نباتات نادرة، نباتات رائعة كما نشاهد. وهذه شجيرة أو أشجار فيكس عن الحديقة الخلفية لقصر ثقافة المنصورة. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة. قصر ثقافة المنصورة، شكراً.